وعلى فكره هو هذا ايش بين؟ بين انه الولايات المتحده، كنا دائما نقول انه لا تعولون على الولايات المتحده كوسيط نزيه، لان الولايات المتحده منحازه تماما يعني لاسرائيل، وبالتالي هي تريد تنهي الحرب بالطريقه اللي تحفظ طبعا مصالح اسرائيل ومصالحها بالمنطقه. طيب. وطبعا هي اكيد اكيد تريد تبقي مثلا على السلطه الفلسطينيه بقياده محمود عباس، لانه متخادم جيد يعني للمصالح الاسرائيليه والامريكيه، وتريد ايضا يعني هي تتفق مع مثلا بالقضاء على حماس، وتتفق مثلا بالقضاء على حزب الله، شايف شلون؟